بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطأ شائع، يعني هذه الفكرة كاين عند بزاف ديال النساء، كيظنوا انه الا تناولوا اقراص من الحمل يعني بعد ما كيوقفوها كتبقى عندهم واحد المدة مشكل ما يقدروش يحملوا. هذا غير صحيح، لانه نعطي مثال، انه المرأة كتكون كتناول اقراص من الحمل وكتنسى نهار او يومين ما كتاخذش القرص ديال من الحمل ديالها، فشنو كيقدر يوقع؟ كيقدر يوقع الإبادة، ولو وقعت الإبادة كيقدر يوقع حمل. فأقراص من الحمل عندها مفعول واحد، وهو أنه كتمنع الإبادة، وإذا منعت الإبادة في ذاك الدورة، إذا منعت الإبادة في ذاك الدورة كتؤدي لمنع الحمل. ملي كتوقف المرأة أقراص من الحمل، المفعول ديالها كيتوقف في ذاك الدورة اللي توقفت فيها، ما كيبقاش عندها مفعول من بعد ذاك الدورة. فكيدي كيوقع أنه بعض النساء كيتزوجوا وكيكون عندهم رغبة في انتظار الإنجاب، كياخذوا أقراص من الحمل سنة سنتين ثلاث سنوات، وملي كيوقفوها ما كيحملوش، كيظنوا أنه السبب جاء من أقراص من الحمل. هو السبب كيكون واحد المشكل عندهم كان متواجد عندهم، ما كانوش عارفينه لأنه ما كانوا مش مزوجين، وملي كيتزوجوا ما حاولوش الحمل، فمني بغاو عادي يحملوا وما وقعش حمل كيردوهما الأقراص من الحمل اللي هي بريئة من هذا المشكل هذا. ومني كتفحص عند النساء كتصيب عندهم مشاكل اللي شجعتهم انهم ما وقعش عندهم الحمل، فالسبب ما كيكونش هو أقراص من الحمل، لان هي عندها مفعول ديال منع الإبادة في ذاك الدورة اللي كتناول فيها. ولا كما قلت قبيله، المرأة نسات غير حبة او حبتين كيقدر يوقع توقع إبادة، ولا وقعت إبادة كيقدر يوقع حمل.